السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بإخوان المتابعين أخوات المتابعات. إتماما لسلسلة شرح دروس مادة التربية الإسلامية للمستوى الثاني بكالوريا، سأشرع في شرح دروس المدخل الثالث. فبعدما أتممت شرح دروس المدخلين الأول والثاني بفضل الله عز وجل، أي مدخل التزكية ومدخل الاقتداء، سأنتقل الآن لشرح دروس المدخل الثالث، مدخل الاستجابة. وأول درس من دروسه الخصائص العامة للشريعة الإسلامية. فكلمة الخصائص يقصد بها عموما الأوصاف والمميزات. أما الشريعة الإسلامية فهي مجموع ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده من أمور عقدية وأحكام تكليفية لينظم حياتهم الدينية والدنيوية. وبالتالي إذا أردنا أن نعرف خصائص العمل الشريعة الإسلامية فهي مجموع المميزات والأوصاف التي تتميز بها الشريعة الإسلامية عن باقي الشرائع والمذاهب الأخرى. فالشريعة الإسلامية لها مميزات لا توجد في الشرائع الأخرى ولا في المذاهب، ولهذا هذا هو محور درسنا وما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، أي ما يميز هذه الشريعة العظيمة. فللشريعة الإسلامية مميزات كثيرة سنذكر أهمها، وهي خاصية الربانية، وخاصية الشمولية، وخاصية العالمية، وخاصية اليسر ورفع الحرج. سنحاول التعرف على كل خاصية من هذه الخصائص مع ذكر دليل شرعي على ذلك. أولا خاصية الربانية، أي أن الشريعة الإسلامية مصدرها الرب تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم باعتباره المصدر الأول هو كلام رب العالمين، فاللفظ من الله والمعنى من الله جل جلاله. وكذلك السنة النبوية مصدرها الرب تبارك وتعالى، إلا أن المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدليل الشرعي على ربانية الشريعة الإسلامية قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهناك أدلة شرعية أخرى بطبيعة الحال. الخاصية الثانية خاصية الشمولية، أي أن الشريعة الإسلامية شاملة لكل مجالات الحياة ومناحيها. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالشريعة الإسلامية بيّنت للمسلمين كل الأمور، وتحدثت عن كل القضايا، وأشارت وأجابت عن كل التساؤلات، وبيّنت كل ما سيحتاجه الإنسان ليعيش في هذه الدنيا ويكون من السعداء فيها وفي جنة وفي الآخرة في جنة رب العالمين. خاصية قلنا الربانية الشمولية، الآن العالمية الخاصية الثالثة، خاصية العالمية، أي أن هذه الشريعة هي لعامة الخلق، لعامة الناس، وهي صالحة لكل زمان ومكان، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالشريعة الإسلامية ليست خاصة بأمة وبجهة وبجماعة وببلدة دون أخرى، وليست خاصة بزمان دون آخر أو بمكان دون آخر، لا، هي عامة لكل الأمكنة ولكل الأزمنة ولكل الخلق. من خصائص الشريعة الإسلامية أيضا اليسر ورفع الحرج. فالشريعة الإسلامية شريعة تيسر وتسهل على المسلمين ولا تريد لهم المشقة. يقول الحق تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك أدلة أخرى كذلك. فهذه خصائص هامة وأساسية للشريعة الإسلامية: الربانية والشمولية والعالمية واليسر ورفع الحرج، بالإضافة إلى الوسطية والاعتدال وإلى الاجتهاد والتجديد الذي أجازه الله عز وجل وفتح بابه أمام العلماء المجتهدين لكي يجتهدوا في الأمور التي تقبل الاجتهاد
ويستطيعون مواكبة العصر والإجابة عن كل النوازل والمستجدات. فالشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، شريعة كاملة شاملة ربانية عالمية يسيرة متجددة، فلله الحمد على هذه النعمة. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.